السلام عليكم، معكم الأستاذ محمد شعبان في الدروس التعليمية الخاصة ببرنامج الأدوبي أنيميت للرسوم المتحركة. راح نعمل اليوم التمرين الأول في الدرس اللي أخذناه في الدرس السابق، اللي هو حركة الكرة بناء على مبدأ من مبادئ الرسوم المتحركة الـ12، اللي هو مبدأ سكواش أند ستريتش. هيئة الكرة بالشكل الطبيعي بتكون هيك، لكن وهي نازلة بتكون ايش؟ ستريتش، ممدودة هيك مشدودة، ولما تنزل على الأرض بنسميها سكواش، بنسميها ايش؟ مضغوطة. فهذا مبدأ من مبادئ الرسوم المتحركة راح نشتغل عليه. هيئة حركة الكرة لما تكون نازلة، شايفين هنا الدائرة الخضراء كيف صارت ستريتش، وكيف لما نزلت حمراء صارت ايش؟ سكواش. راح نتعلم هذا الشغل مباشرة على الانيميت. هيات انا عندي كرة من قائمة الادوات، طبعا بقدر انا ايش قائمة الادوات، باجي بقدر من الجانب امدها يصير كل الادوات قدامي، او بقدر ارجعها زي ما هي زي هيك. هيات الدائرة من هنا بختار اللون، شايفين كيف علي؟ هي اللون انا مختاره. بالنسبة للخط الخارجي بضغط عليه بقدم قدام، شايفين كيف؟ اضغط كمان ضغط عليه بيجي بيقول لك ايش اختار اللون. انا ما بديش لون، باجي بضغط على الاكس الاحمر اللي هنا، شايفين الحزة الاحمر؟ بضغط عليه بلغي لي هيئة الدائرة، وهيتني انا رسمت دائرة. لو انتوا بتلاحظوا، لما انت تيجي ترسم دائرة زي هيك تكون ممضوضة أو زي هيك طالها، شايفين كيف مشدودة على الآخر، لكن لما نتقرب شايفين في بيجي لك دائرة. هاي الدائرة بيقول لك إنه هاي أنت راسم دائرة نفس نصف القطر متساوي، لكن لو هيك بتروح الدائرة. تمام، إحنا هيك فعليا رسمنا دائرة نصف قطرها متساوي. فهيت أنا عندي كرة، وعندي هنا الفريم صار مليان، اللي هو يعني ايش؟ الفريم مش فاضي، وعبالي الدائرة لونها اسود، وقلنا بدنا نضيف فريم من نفس الفريم السابق، بنضغط على زر F6. هيا ضاف لفريم جديد محتفظ لي بالرسمة الموجودة في الفريم الاولاني، اللي هي انا كنت راسم الدائرة. لكن انا لما اجيت هنا قلت له ايش بدي احركها، ننزل لتحت شوي، كمان مرة F6، بنزل كمان شوي، كمان مرة، كل ما انزل لتحت بصير انزل اكتر. تمام، هي تنزلت قديش احنا هنا عدينا؟ هي 5 6 7. لما نزلت الاخر بدنا نعد كمان 7 فريمات ونرجعها مطرح ما كانت. فالوقت هي صارت عندي الحركة، قلنا بنعمل اللوب بنمده لعند الهانا، عشان انا لما اضغط انتر يضل يعيد لي ويزيد لي في اللي ايش في اللي انا رسمته. قلنا بدنا نطبق مبدأ الايش اللي السكواش، اللي هو هاي سكواش انضغاط وستريتش تمدد على الرسوم المتحركة او على شكل الكرة اللي احنا رسمناها. الوقت هي هو نازلة هنا بصير سكواش، بضغط عليها، بضغط على أداة اللي هي ايش التحديد اللي بنسميها الترانسفورم، شايفين كيف؟ باجي بعمل انضغاط زي هيك وبنزلها تحت. الفريم اللي قبلها بكونش عدل الكرة فعليا، بتكون ستريتش، شايفين علي؟ الفريم اللي قبله برضو بتكونش 100% زي هيك، نضغطها شوية برضو. فهي فعليا صار ايش؟ بعدين بنرجع هنا برضو بنعمل لهذا ستريتش، وهي طالعة تطلع مشدودة شوية. هي فعليا هيك، خلينا برضو هاي لو نتفى كمان، نيجي نعمل اللوب نشوف ايش اللي صار معانا بالضبط، شايفين كيف؟
طبعا ليش الاشي سريع؟ هذا عشان انا عامل هنا 24، لكن انا لو هنا اجيت على الديكومنت قلت له 12 بصير يحسب لي كل 12 فريم ثانية، فبتبين اكتر. شايفين كيف؟ هيك احنا بنكون خلصنا التمرين الاول والمطلوب منكم. راح احط لكم الصورتين اللي انا وريتكم اياهم في المرفق. بدي احكي هنا عن آلية حفظ الملفات او تصديرها. بنيجي على فايل، في هنا اكسبورت يعني تصدير، تيجي بتقول له اكسبورت انيميتد جيف، صورة متحركة. مجرد ما تجي لك، ما اسيبك من اي اعدادات، بتقول له ايش سيف، بيجي لك بيقول لك حدد لي المكان اللي بدك تحفظ فيه. مثلا خلينا نقول على الديسكتوب، قلنا له سيف، هيك بكون حفظ الملف. خلينا نجي نشوف سطح المكتب، هيا بضغط ضغطين نشوف الشغل، هيا تحفظ لي اياها جيف، عبارة عن صورة متحركة. يعطيكم ألف عافية.